طبعا هاي لها تقريبا اكثر من اسبوعين اجت سلطة المياه مدت خط مي، وبعد ما سكر الشارع رجل نزل الشارع. طبعا كل يوم بصير حوادث هون، كل يوم ازمه، كل يوم حوادث بسبب يومي، غير السيارات اللي بتتكسر، غير السيارات اللي بتتعطل. هاي المنطقه بسحاب مقابل اسكان للامن العام، عندي اشارات اول سحاب، وحكينا معهم بدل المره 50 ولا حدا بيجاوب ولا حدا بيرد، وكل يوم بيحكوا اليوم بكره وما حدا اجا ولا سكر الشارع. شايفين كيف هيك الازمه ولا اشي، كل يوم على هالحال.